مساء الخير، اهلا بيكم في واحد من الناس. وكالعاده هبدا باستعراض ردود الافعال واستجابات فاعل الخير مع الحالات اللي بنعرضها. واول ردود الافعال ان مؤسسه واحد من الناس الخيريه الحمد لله سلمت 27 طالب من الايتام والفقراء مصاريف الدراسه، بالاضافه الى 150 جنيه شهريا لكل طالب كمساعده للدراسه. تعالوا نشوف الطلاب وهم بيستلموا دعم المؤسسة واحد من الناس. بعت البرنامج واحد من الناس ماشي عشان يساعدني ويساعد ابني المريض ده. كل علاج بجيب له اسبوع طبعا علاج وكلام ده، فاشكرهم اللي هم اتصلوا بيا وبعتوا لي اللي انا استلم الفلوس بتاعت كل شهر لابني، مصاريف المدرسه ومصاريف العلاج بتاعه، انا معايا عيلين. فطبعا انا بشكر البرنامج ان طبعا الظروف اللي انا طبعا من مرمط بلاء من العشش، فطبعا ربنا مع الارض وما عنديش طبعا فرش ولا حاجه، واشكر البرنامج اللي هو بقى يساعدني ويساعد ابني. انا بشكر برنامج واحد من الناس ان هم ساعدوني وساعدوا ولادي، بس مصاريف المدارس وكده يعملوا لنا كل شهر لكل عيل 150 جنيه، وكان ربنا يعينهم يعني ويبنوا لنا دارنا، لان دارنا هتقع عليكم. اشكرك. ست عيال والستة مرحلة التعليم كلهم طبعا بعتنا لسيادتهم، بعتونا عشان ناخد كل عيل على كل عيل 150 جنيه لغاية يخلصوا فترة التعليم بتاعتهم. أنا على قد وجوز عيانه الحمد لله يعني. نشكر واحد من الناس ان هو بيساعدنا وبيساعد ولادي، لان جوزي توفى ومالوش معاش ولا ليه اي حاجه، وواحد من الناس عمل لكل عيله 150 جنيه الله يبارك لهم. عندي 3 بنات والحمد لله ربنا يعني يوفقهم ويدونا كمان وكمان. انا اب منشي سليمان، بعت البرنامج واحد من الناس، والناس يشكروا جاء عملوا له معاينه وكفلوا الجوز عيال معايا، والناس تشكر وبعتوا لنا فلوس كل شهر 150 جنيه لحد ما العيال تكمل تعليم. انا اتقدمت برساله لبرنامج واحد من الناس وهم ردوا عليا، وانا جيت عشان معايا 4 اولاد في التعليم، وجوزي متوفي بقاله 12 سنه، والبيت اللي احنا قاعدين فيه قايل السقوط معمول خشب وبيقع والنطره بتنزل علينا، وارجو وبرنامج واحد من الناس عمل لنا مساعده شهريه 150 جنيه لكل فرد منهم، وارجو يعني ان هو يشوف لنا اي سكن بدل البيت اللي بينزل علينا ده. وشكرا لمؤسسة واحد من الناس. احنا بإذن الله مستمرين في عملية دعم وإعطاء منح التعليم بالنسبة للطلاب.
وعايز اقول ان احنا كمؤسسة واحد من الناس الخيرية احنا مش بس بنشتغل في مجال العلاج، لا احنا شغالين في مجال العلاج، شغالين في موضوع الافراج عن سجنات الفقر، شغالين في موضوع تركيب الاطراف الصناعية، تركيب واعطاء الاكشاك، رؤوس الماشية لغير القادرين، ايضا عملية زواج او تأهيل وفرش المنازل بالنسبة للفقيرات واليتيمات بخلاف المنحة التعليمية، بخلاف البطاطين. يعني اللي عايز اقوله احنا كمؤسسة شغالين في مجموعة مجالات، زي ما قلت الاسبوع اللي فات قريب قوي هنعلن ان احنا هنبدأ نعمل فكرة اعادة تعمير قرية بالكامل من قرى محافظة الفيوم. يعني هنخش هناخد كل المنازل هنوضبها من اول وجديد، هنوصل لها مرافق. فدي انشطة مختلفة بتقوم بيها مؤسسة واحد من الناس الخيرية، وطبعا يعني بالبركة في تبرعاتكم اللي انتوا بتقوموا بيها، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ايضا السيدة وفاء محمود عبده من اسكندرية، مطلقة وعندها 4 اولاد، واصيبت من 3 سنوات في حادث السيارة، وكانت محتاجة لجراحة تركيب شرائح ومسامير ومفصل. تقدمت لبرنامج واحد من الناس، والحمد لله مؤسسة واحد من الناس الخيرية قدرت تعمل لها العملية بالتعاون مع مستشفى المقاولون العرب. تعالوا نشوف وفاء بعد العملية أخبارها إيه. أنا وفاء محمود عبده، عملت حادثة وعملت حطيت مسامير وشرايح في ظهري، ولما شفت البرنامج بتاع الأستاذ عمرو اتصلت بالبرنامج وطلبت منهم انهم يساعدوني، لأني كان لسه في عملية مفصل وعملية قطع وتر ومسامير في كعب الرجل، والبرنامج يعني ساعدوني وودوني عملت العمليات في المقاولين العرب، وكلهم الحمد لله ساعدوني وقفوا جنبي والحمد لله. يعني عملت العملية ما كنتش بنقدر نتحرك، يعني كنت ما بنقدرش نمشي خالص، وبحت شقتي وتعالجت بيها الإيجار دي، خدت فلوسها وعملت عملية بيها عند دكتور ما نفعتش، ومعايا 5 أطفال. نشكر البرنامج بتاع حضرتكم والأستاذ عمرو ومستشفى المقاولين العرب على تعبهم معايا والله، واللي هم عملوه كله معايا. عايزة نقول إن ربنا بس يوقف ولاد الحلال جنبي عشان نقدر نساعد عيالي، بنقف على رجلين، هو ده اللي أنا عايزاه. وعايزة بس نشكر محافظ البحيرة اللي هو الأستاذ الباشمهندس محمد الشعراوي، إن هو يساعدني ويديني شقة بدل طلتمتي أنا وعيالي عند ده وعند ده، ما عادش لي حد روح. كانت والدتي عايشة وكنت قاعدة عندها وهي اللي كانت شايلاني أنا وعيالي، دلوقتي أصبح ماليش حد روح يقعد عند، ومعايا طفل ما بيسمحش كمان، يعني ده بياخد تخاطب وعايز مصاريف وأنا مش قادرة. وعلى السماعات عايز وعايز ده وعايز ده، مش قادرة نصرف عليه أكتر من كده. كمان الأسبوع ده البرنامج في إطار عملية دعم زواج الفتيات اليتيمات، تم هذا الأسبوع الحمد لله تسليم أدوات كهربائية ومطابخ وقطن للتنجيد 12 عروسة بالاشتراك مع جمعية الصديق. تعالوا نشوف العرايس وهم بيستلموا الجهاز الجديد. كنتش قادرة أجهز نفسي وقدمت في برنامج أستاذ عمرو الليسي إن هو يساعدني في جهازي، و يعني تابع معايا في الموضوع وبعت لي، والحمد لله وجيت أستلم الحاجة من مسجد الصديق، والنهارده جاي أستلمها وبشكر أستاذ عمرو الليسي وبشكر البرنامج. ما كنتش عارفة أجهز نفسي وبعت برنامج واحد من الناس وجم الباحثين وعشان جيت النهارده أستلم الحاجة. أنا أمي الـ5 ولاد
واربع بنات وولد، جوزت اتنين طبعا بالعذاب وبالمرار، باخد معاش مبارك 140 جنيه مش عامل معايا اي حاجه خالص، قاعده على الرصيد ببيع شويه عيش وبرده مش جايبين معايا نتيجه، مش عارفه اجهز البنتين ومعايا بنتي في اولى زهرفه مش عارفه اكمل لها تعليمها. فطبعا جيت لاستاذ عمرو الليسي، والراجل بصراحه ربنا يعني ما تاخرش وقام معايا بالواجب وساعدني وبعتني لجامع السجي اجيب منه حاجات. احنا خمس بنات وبابا ارزاق، هو جهز جوز اتنين واحنا واحنا تلات، وبابا مش قادر يجهزنا، فقدمنا في مؤسسة واحد من الناس، والحمد لله الحمد لله قدروا يساعدونا وجابوا لنا الحاجة. بصراحة ما كناش هنقدر ان احنا نجيب الحاجة، احنا جينا عشان نستلمها من مؤسسة الصديق. انا كنت شغالة في الوفاء والامل ومش واخد وباخد 120 220 معاش ومش قادرة، وعندي بنتين ثلاث بنات، بنت ماتت وبنتين معايا. وبعدين رحت عند واحد من الناس، راحوا بعتوا لي واحدة ست باحثة وجايين النهارده يدوني الحاجة. النهارده أنا جاي استلم الحاجة بتاعتي، وأنا ظروفي ما كانتش تسمح إن أنا أجيب حاجة، ولما قدمت في البرنامج بصراحة بعتوا لي وجيت عشان استلم حاجتي. البرنامج ايضا بالاشتراك مع جمعيه رساله ارسل قافله الى قريه كفر منصور في المنوفيه، تم فيها تعريش اسقف عدد من المنازل في القريه، وكمان تم توزيع سراير وبطاطين على الاسر الفقيره في القريه. تعال نشوف اهالي قريه كفر منصور واستقبالهم لقافله واحد من الناس وجمعيه رساله. القوافل الخارجية يعني بالاشتراك مع برنامج واحد من الناس، بننزل المناطق الفقيرة يعني اللي محتاجة بجد، وبننزل نوزع فيها بطاطين وسراير وحاجات جهاز عرايس وشنط، بنوزع حاجات كتير وبنزور مسنين وبنعمل حاجات أكتر يعني. جايين النهارده في قريه فرع كفر منصور، المفروض ان احنا النهارده بننفذ بناء اسقف وتوزيع سراير ومراتب وشنط وبطاطين للناس الفقيره. بالنسبه لسه احنا بننفذ سقف للحاله هنا، السقف عباره عن ورق عروق خشب وبنغطيه بورق زي ده كده بنمسمره. بعد كده في حاجه اسمها بعد ما نحط الورق بنغطي الورق دوت بخيش اطران. استلمت سقف خشب ست عروق ولوح وسقفوه الجماعه بتوع الجمعيه، ونشكر الجماعه بتوع الجمعيه كلها. كان واحد من الناس كان يعني السقف كان وحش حطب وبتاع، فهم جم ساعدوني وجابوا لي السقف ده وبيركبوه دلوقتي. ما كانش عندنا سرير، والدتي وستي تعبانه وما كانتش كانت بتنام على الارض وما كانش عندنا سرير. احنا استلمنا سرير و10 كيلو 10 مكاييل، وابويا شغال حداد مسلح، واحنا بنتين وولد. بشكر جمعيه الرساله وبرنامج واحد من الناس. الله يبارك لهم برضو، الناس اللي بيمشوا برضو زيكم كده برضو سلموني بطانيه والحمد لله. ارزاق من عند الله، وبدعي يعني ما بدكش يعني ما بدعيش ولا حاجه، بدعي ربنا يوسع عليهم وربنا يستر معاهم دنيا واخره. انا اخذت سرير ما كانش عندي سرير، واشكر الاستاذ عمرو الليسي.